حميد وجدي. حلوه دي. كواليس القيمه الماليه لصفقتي محمود جاد وفرانج ايتوجا للمصري. بالظبط، محمود جاد النهارده تم رسمي بيعه للنادي المصري. محمود جاد سعره كان في الاول اداره انبي حددت 25 مليون جنيه. كان في مفاوضات من المصري، من فيوتشر، من بيراميدز. وصل في الاخر النهايه المصري قدر اللي هو يخلص الصفقه دي ما بين 18 ل 25 مليون، عشان اكون دقيق معاك في الارقام. 18 مليون ل 25 مليون. ما بين السطور دي صفقه كبيره، في نسبه عاده بيع 15%، رقم كبير نادي انبي. بالنسبه بقى لايتوجا النهارده اللي خلاص اعلنوا رسمي، اللاعب كلف خزينه المصري 400,000 دولار. وفي نسبه اعاده البيع لاشانتو كوتوكو 30%. كتير جدا، كتير جدا. بس 400,000 دولار مش رقم كبير، مش رقم كبير بالنسبه للي هو يشتري ب 400,000 دولار. بس طبعا انت عارف ان نسبه اعاده بيع 30% ده كبير جدا. خاصه اللاعب يعني من فيديوهاته ومتابعاته وارقامه الكبيره اللي هو ممكن يكون حاجه كبيره في الدوري.